لن تجمعهم طاولة حوار ابدا، هذا ما يريد التأكيد عليه مقتدى الصدر برفضه للحوار الذي دعا إليه الكاظمي بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري. في تطور جديد يشير إلى انعدام الثقة التامة بين الطرفين وإصرار كل طرف على فرض مخططاته بكل الوسائل المتاحة. ولم يكتف الصدر برفض دعوة الحوار، بل اتهم الإطار التنسيقي بالسعي لإشعال ما سماها حرباً أهلية. حيث اجل الصدر التظاهرات التي كان مزمعا لانصاره الخروج بها السبت المقبل بسبب ما قال انه رغبه بافشال مخططات خبيثه مؤجلا الى حد ما التوتر الذي بقيت بغداد على موعد معه منذ اسابيع وقال الصدر ان من يراهنون على حرب اهليه ويحاولون التشبث بخطواتها هم من الفاسدين في اشاره كما يبدو الى تظاهرات دعي لها بنفس الموعد من قبل منافسيه الاطار التنسيقي مجلة بوليتوكو الامريكية تؤكد كذلك ان الازمة السياسية في العراق معقدة وتدور في حلقة مفرغة دون وجود اي مؤشر على انفراجه، على الرغم من تصاعد الغضب الشعبي بشان استمرار حالة الشلل السياسي الذي لم ينتج منذ عام 2003 حكومة قادرة على توفير الخدمات الاساسية. وتبين المجلة الامريكية ان القطبين السياسيين المتنافسين في البلاد ما زالا اسيري المنافسة على السلطة في ظل عجز حكومة تسيير الاعمال عن تمرير القوانين واصدار الميزانية، وكل ذلك ينعكس سلبا على الشارع العراقي ويزيد من معاناة السكان. وبحسب معطيات الواقع فان الاحزاب السياسية لن تخرج من حالة الفوضى التي تمر بها الا وعلى حطام العمليه السياسيه كامله